بيعاني أهالي الإسماعيلية أيضا من الإهمال، ولكن هذه المرة داخل المستشفى العام والمستشفى الجامعي في المحافظة، بالإضافة إلى عدم تواجد الأطباء وغياب النظافة داخل المستشفيات، فضلا عن لجوء المرضى إلى شراء جميع الأدوية، وذلك لعدم وجود الأدوية داخل المستشفى. خدمات يا فندم، كل حاجه بنشتريها من بره، حقنا تاتو نشتريها، اشتريناها من بره، الجبس اشتريناه من بره، كل حاجه من بره، مفيش خدمه. فين الخدمه؟ الخدمه ان هو يحط على الترولي ويخش بيه بس، هذه الخدمه اللي موجوده. اي شاش، اي قطن، اي حقنه بتطلع تشتريها من بره يا فندم بس. مفيش، بس هذه كل الحكايه. فين الخدمه؟ حاجه من بره. فين؟ اسمها مستشفى حكومي ومفيش خدمه جوه. احنا رحنا الامير الاول قالوا جهاز الاشعه هناك مستشفى كبير زي دي مفيش اي متابعه ولا رقابه ولا اي حاجه، بقاله شهرين مش شغال. نيجي من الاميري لهنا عشان ابني دراعاته الاثنين متكسرين. بصي مفيش اي اهتمام، والجبس من بره على فكره، يعني عشان تجيبي جبس وتاخدي تاكسي، تاخدي تاكسي من هنا عشان يوديك لاقرب صيدليه تجيبي جبس وتيجي. ويا ترى والله اشترينا كل حاجه من بره. يا ترى بعد كده كمان ان يبقى الجبس كويس والايد كويسه ما تدخليش في متاهه العمليات والقرف، مفيش اي اهتمام. في الاميري برضك عشان تعملي تحليل هناك لازم تيجي المستشفى النهائي هنا، وبعد كده تاخدي التحليل من هنا تروح المستشفى الثانيه، والمستشفى الثانيه مفيش اي حاجه فيها. الامن بتاع المستشفى اللي هناك بياخد من الناس اللي داخله، يوم طوارئ هناك الناس اللي هناك بياخدوا منهم فلوس وبياخدوا منهم الرخص اكنه شغال في المرور. دخلنا كشفنا على الولد، عرفنا اللي هو عايز يتجبس، رايحين نشتروا جبس من صيدليه بره عشان ما فيش جوه جبس. لا الجزع طلع لسه ما طلعش. طب نعمل ايه؟ والدكتور عمال يستعجل. طب احنا الكلام عندنا احنا ولا عندهم هم دلوقتي؟ لما بيطلبوا مننا احنا هنجيب لهم تقرير الاشاعه ولا الاشاعه؟ انا مش شايف خدمات والله بتتقدم، والله في تاثير من كل الناس، و عايزه يعني تعين الكلام ده ممكن تخش تبص جوه، مفيش اي اهتمام خالص بالنسبه لاي حد بيخش. يعني انا مش عارفه ليه الناس بتعمل كده، ومفيش ضمير ومفيش حمامات نظيفه ومفيش دكاتره جوه، وتخش كده، تخش ان انت لو طال يكشف عليكي في الطرقه هيكشف عليكي في الطرقه. يعني لو طال، يعني انا امي اتوفت من سنتين بسبب اهمال حقنه ممرضه، حقنه الجلطه بدل ما تاخدها في بطنها ادتها لها في وريد، عملت لها تسمم في دراعها ماتت. اهمال ممرضه، يعني ولا دكاتره ولا ممرضين ولا نظافه ولا اي حاجه، ولا في حتى مراعيه لربنا. ان انا مثلا ايه جايه لك بقول لك ابني بيموت مش عايز تدخلني عشان 3000 جنيه، وقلت لك هجيبهم لك، انا ما قلتلكش هاكلهم عليك، انا قلت لك هجيبهم لك الصبح، كان الكلام الساعه 3 بالليل. مفيش ضمير ولا في رحمه ولا في اي حاجه.